السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدثكم الآن بإذن الله تعالى عن قصي بن كلاب الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف نسب. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف نسب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. هذا الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استعاد ملك مكة لقريش. كما تعلمون أن الأمر في مكة كان لنبي الله إسماعيل عليه السلام، وأن قبيلة جرهم أتت من اليمن استوطنت مكة المكرمة، وتزوج منهم إسماعيل عليه السلام وأتى له أبناء حكموا مكة من بعد إسماعيل عليه السلام. لكن استطاعت قبيلة جرهم أن تغلب هؤلاء وأن تحكم مكة المكرمة. ثم جاءت قبيلة خزاعة من اليمن بعد انهيار سد مأرب، استوطنت مكة المكرمة، ثم حصل بينها وبين جرهم حرب، استطاعت أن تجلي جرهم وأن تحكم مكة المكرمة. استمر حكم خزاعة لمكة المكرمة مئات السنين. ثم لما كان وقت قصي بن كلاب، تزوج هذا الرجل من ابنة سيد خزاعة وكان له أبناء منها، ثم حكم قصي بن كلاب مكة المكرمة. قيل أن سيد خزاعة أنه لما رأى قصي بن كلاب وعظم هذا الرجل، أوصى سيد خزاعة أن يتولى قصي بن كلاب ولاية البيت، وقال: أنت أولى بهذا مني. وقيل وهو الأشهر أنه حصل معركة عظيمة بين خزاعة وبين قصي بن كلاب ومعه قريش وحلفائهم، معركة عظيمة جدا ومقتلة كبيرة انتهت بتحكيم رجل يقال له يعمر ابن عوف الكناني. حكموا هذا الرجل المعمر، حكموه بينهم وأخذوا الأيمان المغلظة وحلفوا أن يقبلوا بحكم هذا الرجل. فحكم هذا الرجل بأن يتولى قصي بن كلاب أمر مكة المكرمة. فتولى قصي بن كلاب أمر مكة المكرمة، لا ينازعه فيها أحد، هو صاحب الأمر والنهي في مكة المكرمة. ثم قام هذا الرجل وبنى دار الندوة. كل أمر عظيم في مكة المكرمة يعقد في هذه الدار، وكل عقد زواج يعقد في هذه الدار. كل أمر عظيم في مكة المكرمة يكون في دار الندوة، اجتماع ومجلس الاجتماع هو في دار الندوة برئاسة قصي بن كلاب. كذلك قام هذا الرجل بالسقاية والرفادة للحجاج والمعتمرين، قام بحفر الآبار لأن قبيلة جرهم قد دفنت بئر زمزم، وأصبح يأتي بهذا الماء ويسقي الحجاج. السقاية والرفادة، الرفادة إطعام الحجاج. ثم قام أيضا بالحجابة. الحجابة ما هي؟ هي سدانة الكعبة، سدنة الكعبة، مفتاح الكعبة والقيام بشؤون الكعبة. قام أيضا هذا الرجل بتنظيم ذلك وترتيب ذلك، وكانت كل هذه الأمور بيد قصي بن كلاب. رئاسة دار الندوة، السقاية، الرفادة، الحجابة، لواء الحرب، كل أمور مكة المكرمة بيد قصي بن كلاب. وكان لقصي بن كلاب مجموعة من الأولاد: عبد الدار وعبد مناف. عبد مناف هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد شرف في زمن أبيه قصي بن كلاب، وكان له هو وأبنائه مكانة عظيمة في وقت قصي بن كلاب. فلما رأى ذلك قصي بن كلاب قال لعبد الدار الذي كان أقلهم شأنا، قال: والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك، والله لا يدخل رجل الكعبة حتى تكون أنت من يفتح له ذلك، ولا يشرب أحد في مكة إلا من سقائك، ولا يأكل طعاما إلا من طعامك، ولا يعقد لواء حرب إلا بيدك. فأسند كل الأمور إلى عبد الدار، رئاسة دار الندوة، السقاية، الرفادة، الحجابة، لواء الحرب، كلها بيد ابنه الأكبر عبد الدار. فلما توفي قصي بن كلاب تنازع بنو عبد مناف مع بني عبد الدار في هذه الأمور، وكانت الحرب أن تقع بين هؤلاء، لكن انتهت بأن تقاسموا هذه الأمور. فأخذ بنو عبد مناف السقاية والرفادة
وبقيت رئاسة دار الندوة والحجابة ولواء الحرب بيد بني عبد الدار. انتهى حديثنا هذه الليلة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم على رسول الله.